ده تعرف انه هذا جيد السوشيال ميديا، قربوا له على كل شيء، بس قربوا له على الواتساب، نزل كسر، عم تقربوا لي على الواتساب يا حبيبي، تقربوا لي على الواتساب، قربوا لي على الخبز، على الاكل، على شو ما بدكم، على الفايبر، بس واتساب، على شو على الفايبر قرب، على كل شيء، بس على الواتساب وهتقرب. وانت مفكر انه لاني نزلوا بس كرمال الواتساب، بس في اسباب ثانيه، بس ما عرفوها الا التقال. ايه اكيد شاف انطوان، يعني شو شاف انطوان؟ لا شو ولا شو بالتقال، ما في الا ايه شو لا بالتقال طلع في برنامج صباحي واكتشف ليش نزلوا العالم على الطريق، لانه الحاجه لانك تاكل تشرب تنام وتتكاثر عبر الخليه الجنسيه، هول الحاجات الغرائزيه هن موجودين عند كلنا. هلا نحن على فوقه في ناس نزلوا على الطريق اليوم لانه هول مش قادرين يوصلوا لهم، يعني بالعربي المشبرح ناس ما عم بيقدروا يعملوا علاقات جنسيه نزلوا على الشارع. اذا انت عايش ستريس وضغط بصير عندك نوع من عجز جنسي، اذا منك يعني اكيد بتعرف هالشيء. هول الناس اللي عندهم اليوم كبت اذا فينا نقول، او عندهم ما عم يقدروا يطلعوا هذه الطاقه الجنسيه منهم، توجه لهم على الكاميرا اليوم اذا هن كانوا موجودين بساحه الشارع، شو بتقول لهم شو لازم يعملوا؟ اي شيء تضغطوا انت بده يجي وقت يفقع الطاقه الموجوده فينا، ما بتطلع بس عبر وسيله وحده، انه والله بتطلع بس عبر السلوك الجنسي او لا، فيها تطلع بعده اشياء بالتعبير. يا خيي والله نزلنا كرمال الواتساب، نزلنا لانه ما معنا مصاري، شو قلت لي؟ نزلنا لانه هيدي الاي تي ام، انت الاي تي ام حيصير فيها تعرف الاي تي ام شو يعني اي تي ام؟ هلا شو صار؟ بتعرف شو يعني اي تي ام؟ يعني افكش تسحب مصاري. قال بيقول لي كبت جنسي ما كبت جنسي شو الكاشو. فيك ترجع تحضر هالحلقه من لهون وبس عبر ابلكيشن ال بي سي اي ساعه اللي بدك وين ما كنت.